تعالوا بقى نروح للنادي الاهلي ورياضاته المختلفه وفرقه المختلفه اللي الحقيقه دايما كلهم يعني كل فرقه منهم على حده كتير جدا يعني مفرحانا. طبعا سوق الاهلي دي حاجه ما نقدرش يعني ايه ننكرها، هي الروح العاليه جدا داخل الفرق المختلفه، بالاضافه طبعا الى الدور الكبير اللي بيلعبه الجهاز الفني لاي رياضه ولاي لعبه من خلال اعداد بقى اللاعبين، يعني اعداد مظبوط وتجهيزهم بشكل فني وبدني مميز. امبارح بمناسبه الكلام ده كان يعني هناك نجاح جديد، نجح فريق الاول لكره السله في النادي الاهلي سيدات في التتويج ببطوله كاس السوبر لموسم 2020 على حساب نادي هليوبلس، وتمكن فريق الاهلي بقياده علي هاشم وهو المدير الفني للفريق من التتويج باللقب بنتيجه 92-62 في اللقاء اللي اقيم على صاله نادي الشرقيه للدخان. طبعا النتيجه دي خلينا نقول يعني كده بيبقى النادي الاهلي انهى موسم 2020 متوج بلقب دوري المرتبط وكاس السوبر. مره ثانيه مبروك للنادي الاهلي، مبروك لهذا الكيان، وهرجع اقول ثاني 2020 يمكن الاهلي كان من اكبر مصادر سعادتنا وفرحتنا، وان شاء الله تكمل كمان 2021.